جزيل الشوق ملكنا في السراء والضراء حتى الفناء، ولن نطأطئ رؤوسنا للأعداء، وسيبقى مغربنا مغرب المجد والعز والارتقاء. العز وانصر لملكنا محمد السادس. شكرا، أقول دائما شكرا للمغاربة الأحرار. في إطار ذكرى 41 للاسترجاع إقليم الذهب، كيعرف فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير لمدينة سلا، كباقي فضاءات الذاكرة التاريخية والنيابات الإقليمية والجهوية والمكاتب المحلية، عدد من الأنشطة للتعريف بهذا الحدث التاريخي الهام وتقريب معانيه ومن الناشئة والأجيال الصاعدة، والتأكيد على مغربية أقاليمنا الجنوبية المسترجعة وتقريب هذا الحدث من مختلف شرائح المجتمع المغربي. فرغم ظروف الحجر الصحي، حرصت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على تنظيم أنشطة عن بعد للتأكيد على أهمية ورمزية هذا الحدث التاريخي لها. احنا اليوم كنتواجدوا في فضاء الذاكرة التاريخية بمدينة سلا، اللي كنحيوا فيه ذكرى 41 لاسترجاع والذهب. اقترحنا على بعض الفاعلين الجمعويين اننا نديروا لقاء تواصلي، اللي هو كنعرفوا به بهذه الذكرى، واللي هو امتداد للبيعة كما الاخوان في الجنوب كانوا في هذا اليوم، يعني جددوا البيعة لصاحب الجلالة آنذاك. حتى حنا هذا لقاء تواصلي اللي جددنا فيه البيعة، واللي كانت فيه كلمات بالمناسبة اللي هي استرجاع والذهب، وكذلك ذكرى 67 لثورة الملك والشعب. وهذا النشاط اللي اخترنا من واحد صفوة من الفاعلين الجمعويين الفاعلين بمدينة سلا ومدينة الرباط، ما هو إلا تتويج للأعمال السنوية اللي كانت عبارة عن أنشطة في الذكريات الوطنية طيلة السنة. هذا اللقاء توج واحد الحفل رمزي اللي كان جمعيات المجتمع المدني قدموا هدية رمزية، اللي هي لباس الإخوان الصحراويين للسيد المندوب السامي، وتوج كذلك باتفاقية شراكة وببرنامج إن شاء الله اللي غادي يكون في المستقبل ما بين الجمعيات في إطار اتفاقية شراكة بينتهم وكذلك النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، اللي كنترأسها وأنا فخورة أنني شفت هذا النهار شباب اللي غيورين على الوطن، اللي كانوا مداخلات ديالهم اللي حسينا بإخوان اللي قدروا يعبروا على ما بداخلهم من روح المواطنة، وهما مستعدين انهم يشدوا هذا المشعل ديال جدودنا والاباء ديالنا ويستمروا في العمل اللي هو لا من الناحيه الاجتماعيه ولا البيئيه ولا التربيه على المواطنه اللي حنا كنلحوا عليها. وكانت عندنا واحد يعني مناقشه على تشغيل هذا الفضاء لما هو احسن، يعني نستغلوا قاعة المطالعة، قاعة السمع البصري، قاعة ديال الإعلاميات بشراكة مع الجمعيات اللي كنقول دائما الهادفة والفعالة في الميدان. وشكرا للصحفيين والمراسلين اللي كانوا معنا، لأنهم كيشجعونا وكيوصلوا الرسائل ديالنا والأهداف اللي سطرتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير اللي كيترأسها الدكتور مصطفى الكتيري، اللي دائما حنا كنتبعوا التوجيهات ديالو الساميه والاهداف اللي كيسطر، وحنا ما الا اننا كلنا هدفنا هو خدمه الوطن. ترابطا مع هذه الاحداث، نحن كجمعيه العجل المقاومين وأعضاء جيش التحرير اللي تابعين لهذا الفضاء الذاكره التاريخيه للمندوبيه الساميه، كنحاولوا اننا نربطوا هذه الاحداث التاريخيه كامله، ونحاولوا نوضحوا للوليدات ان
الاشمعيل الاشياء التاريخيه اللي مرات الاباء والاجداد ديالهم اللي ناضلوا من اجل استرجاع هذا الوطن. كذلك نحاول نبين لهم ونوضح لهم ترابط وثيق اللي عندنا مع اخوان ديالنا في الصحراء المغربيه، اللي كنقول لهم بانه نحن مغرب واحد، ما كاينش فرق الحمد لله بيننا، وكنشدوا بايادينا الحاره على هاد الناس اللي قاومات واللي نضلات من اجل هاد الوطن واسترجاع هاد الاقاليم الجنوبيه لحضيره الوطن، رغم اننا كنعيشوا يعني في مرحله اللي شويه قاسيه شويه، ولكن ابينا الا ان نخلد هاد الذكرى لانها ذكرى عظيمه، ذكرى تاريخيه، ذكرى وطنيه، اذا ممكن الا نخلدوها ونعملوا على اننا كل سنه اننا نخلدوها ونتواصلوا مع اخواننا في الصحراء المغربيه. شكرا.